بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، ذلك بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده. أعرب جلالته فيه عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته بهذه المناسبة الوطنية ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيقة طراد التقدم والازدهار.